السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان دا ودياشينا شرفت له اكو حران جنال كينا نذافدو وحي كمي تهي إيمان كا دمي استرنانتي سايو صفات كا إسلام كا وانا شردiga لوغبا هن يهي إن او كسي فوبو قفك سلادة تكنايا كوا إزداهيريانا وكوا اللي او جعل يهي سبحانه وتعالى اللي وحو يري سبحانه وتعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين لمسجد أسس على التقوى من أول يوم مسجد كي مالنكي أغوه رييبا اللك عبس لغو أساسي أو مسجد القبى أحق أن تقوم فيه أي نبي محمد أغمدا إن آد سلادك أوكتو دحديسا فيه رجال يحبون أن يتطهروا مساجد كان وحا دحجوغا رق جعل إن أي بيو إساقاد دا هريان نجاسو ينكا إيو وسخدا إيوغو سيدو كالال أورسانان تا إيو استغفار تا إساقاد دا هريني ذنوب تا إيو معاسدا والله يحب المطهرين ألنا سبحانه وتعالى وأجعل يهيكو إسداهريا سيدو كلا وحو رسولك اللي صلى الله عليه وسلم كوّر رمي إنسان كأما بني آدم كفطرة ديسا وحانا الرمبدا أو شيغي كمد أهانا ذا فدا وفدرء اللي سبحانه وتعالى بني آدم ككو أبوري كنت للرقليي أو مستحبنا أو قدقي سي أي أغو السفوبان سفوين كمد أغو لما يستيران أما أغو وناكسا أغونا شرفت بدا فعن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة وحي أمنا عائشة رضي الله عنها نبي عليه الصلاة والسلام كور السيء أويري عشر من الفطرة تبن الرمود وحي كمديهن فطرة دأو ألا سبحانه وتعالى كأبو ريبني آدمك كواسو كلاه قص الشارب إن لقابيو تمها شاربها وإعفاء اللحية إن قرك لديستو أو آنا لجرين والسواك إيو إن لعديستو أو أفك إيو إلكهب عذي لغن نذيفيو واستنشاق الماء إيو إن بيه لغو سندارسدو أو سنك بيو لغو لقدو وقص الأظافر إيو إن عجيه لإسكقابيو وغسل البراجم إيو إن فرها دحدود لإسكدقو ونتف الإبط إيو إنتي مها كلكشة لإسكتفو وحلق العانة إيو إنتي مها هوسي أما شونك لإسكحيرو وانتقاص الماء إيو إن بيو لغو استنجودو أما لإسكتدقو مركي لحاجو قدتو أما لكاذيو كدب قال زكريا وحويري قال مصعب وحويري ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة مدة منادنا وان اللوبي هدي أيسن أهين لقلق شدا سببتك الكيش لو حيريو أما لو تفايو وإن ذا فدل لما يستيرو سيلوغا هرتاغو رائحة أما شير كآنا وناكسنين اي كداشا وحاسنو انتي مها كلكشا لاتفو بلسي هدي قفك مسلم كأه إسكحيرو وأي أبنان تهي سيدو كالي وحا واجب إلا إسكجرو تمها شونكا ومدوين غاقابا قدهو دل إستقاق غابيو مددا سنة وإن أيسان كبدنان أفرتن هبين فعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق العانة
وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط 40 يوما مرة. وحا أنس ابن مالك رضي الله عنه لقور يي إن أويري وحو رسولك ألا صلى الله عليه وسلم إنو مديي تمها هو سحير الدودة إيو عديها قابن تودة إيو شاربها قابن تيسا إيو كلكلها تفيد دودة إن أفرتن كيمال بمرعا سمينو أو أي سنلت دافن سببت أرمها اللو سمينينا وإن قفك مسلمك أه ونقضه مد نذيف أه أو قرحون أو وناكسن أو ظاهر أه وحو الليل سبحانه وتعالى وصوركم فأحسن صوركم وحو الله سبحانه وتعالى إذين أبوري قاب آد أدنميسترا أو آد وناكسا مركو إسكحيرا ينوحا قفك لو قبا هنيهي إنتي مهي سهوسه أو إساقو إسكحيرو أو سنددك كالتو سنين عورا ديسا مركي لغرب قفك أي أبنان تهي إن أوتسيو أو أه حاس كيسا أما زوج كيدا فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وثبتنا على ما تحب وترضى وثبتنا على التوحيد الخالص وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياشينا شرفت له فضلا ها إلو بنا موقالك إن أدلايك سارتان أو أدلسي وذاكتان أصحابتينا هدي آد إنا قو عصب تهينا فضلا ها إلو بن جنالك إن أد سبسكرايب سارتو سي آد إنو دي رجلسو قنبليل كنفرو سي أيكوسو قاران موقال لدينا حيقا.